اهلا، كنتمنى تكونوا بخير. سمحوا لي على هذه الغيبه. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم كيفاش كنمنطي البسطيله ديالي. اول حاجه كناخذ صينيه، فاش كنطيب البسطيله كندهنها مزيان بالزبده، كنفرش فيها وريقات ديال البسطيله بهذا الشكل هذا، وفي نفس الوقت وانا كندهنهم بالزبده اللي هي دايبه وبهذا لاصوص فاش طاب الدجاج والبصله. صافي، هنا من بعد ما فرشت 4 ديال الوريقات فرشت الوريقه الخامسه في الوسط وكندهنها بالزبده مزيان مزيان. صافي، هنا فرش الدجاج، من بعد غادي نفرش البصله حتى هي بهذه الطريقه. هذه نحاول نوزعها على الجوانب ديال البسطيله كاملين. واخر حاجه كتبقى اللي هي اللوز، خصو ضروري انه يجي هو الطبقه الفوقانيه. صافي، هنايا نسيت ما فرشتش الورقه فوق اللوز عاد باش نجمع الجوانب، هادشي علاش غادي نعاود نفسحها وندير ورقه عاد باش نجمع الجوانب بهذه الطريقه اللي غادي تشاهدوا في الفيديو. هنا من بعد غادي نوضعها وريقات ديال البسطيله اخرين للفوق باش هكذا يجيو مخبي لينا هذوك العيوب. صافي، وغادي ندهنها مزيان بهذاك لاصوص والزبده ونضغط عليها مزيان باش تجينا البسطيله ديالنا عامره من الداخل، ما تجيناش شي بلاصه خاويه. صافي، هنايا غادي ندخلها الفران حتى تطيب، ومن بعد نرجع معكم باش تشوفوا النتيجه ديالها النهائيه. وهنا من بعد ما خرجت البسطيله ديالي من الفران كيف ما كتشوفوا، واخا تشقق لكم ضروري من الورقه كتشقق في الاخير فاش كطيب. صافي، هنا خديت العسل، انا كنقاد فيها وهي تخونه حيت الكليانه ديالها بغاتها دابا. صافي، غادي ندهنها مزيان بالعسل بهذه الطريقه اللي كتشاهدوها. هنا ملي دهنتها غادي ناخذ لوز ايفيلي، كاين اللي كيحمروا، انا ما حمرتش حتى شي حاجه، يعني خليته كيف ما هو. صافي، وغادي نوضعوا في الجوانب ديال البسطيله ديالي. هاد البسطيله ديال 10 الناس راها كبيره، العبار ديالها فيها 45 سنتيم، واخا تبان لكم صغيره ولكن راه التصوير ما كيعطيش زعما الصوره الحقيقيه ديال الحاجه. صافي، هنايا كيف ما كتشوفوا انا وضعت اللوز ايفيلي في الجوانب. هنا خديت واحد الطبسيل الصغير ما كبيرش بزاف، وضعت خطوط ديال القرفه، ودرت هذا الديكور هذا بسكار غلاسي. بصراحه هذا الشكل هذا ساهل وكيجي راقي في المنظر ديالو. صافي، هنايا غادي نحيد هذاك الطبسيل. هنا قديت بريوات ديال اللوز غادي نوضعهم في الوسط بهذه الطريقه، وكنضيف عليها الورد البلدي والبيض ديال السمن في الجوانب، كيكون هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي راقيه ولذيذه. الا بغيتوا المكونات خليهم لي في التعاليق. السلام عليكم.